اللي يميز ألعاب الفيديو عن غيرها من وسائل الترفيه نفس الأفلام أو الأنمي هو إن الألعاب بتخليك تعيش في عالم كامل بجميع تفاصيله، تقدر تخوض مغامرات فيه وتكتشفه. ومطورين الألعاب دائماً بيحطوا أسرار مخفية في ألعابهم صعب اكتشافها إذا لعبت اللعبة بالشكل الطبيعي، وهذا الشيء ما منشوفه إلا في الألعاب. فبهذا الفيديو رح نتكلم عن أغرب 10 أسرار مخفية أو ألغاز في ألعاب الفيديو. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز ب $500 واللي كانت على آخر فيديو توب 10، والفائز معنا هو مصطفى يحيى، إن شاء الله ألف مبروك. والجيفوي الشهري الجديد أيضا على $500، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وهذا الفيديو برعاية XM Arabia، وفي فرصة أنكم تربحوا $120,000 منهم. أظن معظمكم سمع عن قصص أشخاص كونوا ثروة كبيرة من وراء الاستثمار، بس المشكلة اللي معظمكم يواجهها هي ان ما عندكم خبرة كافية في الاستثمار، ما تعرف وين وكيف تبدأ. فهنا بيجي دور منصة XM Arabia، واللي هي منصة مرخصة عالميا للتداول، وعندهم عملاء من فوق 190 دولة في العالم. والمنصة بتقدم لك استراتيجيات ناجحة للاستثمار، وكل عليك تسوي انت انك تنسخها وتطبقها. وايضا بيقدموا لك حساب تجريبي باموال افتراضية عشان تتدرب على الاستثمار والتداول فيه. والشيء الرهيب ان الان في مسابقة بجوائز بتوصل حتى $120,000 في الحساب التجريبي. كل عليك تسويه انك تبدأ حساب تجريبي وتبدأ تداول فيه، ورح تدخل بفرصة الفوز على اموال حقيقية، وما في اي مخاطرة لانك ما رح تدفع اي شيء. فيلا سجل الان من الرابط الموجود بالوصف، والفوز ممكن يكون من نصيبك. طيب خلنا نبدأ في المرتبة العاشرة مع لغز أو سر مخفي جدا رهيب في لعبة Battlefield 5. أحد اللاعبين انتبه أن في صناديق أو بوكسات منتشرة في خرائط اللعبة بطور الأونلاين، وهالصناديق شكلها غريب، في فوق كل صندوق جرافة صغيرة وطالع من كل صندوق ضوين، ولما تقرب من أي صندوق منهم فرح يطلع ضوء أحمر. فاللاعبين على طول استوعبوا أن في لغز من وراء هالصناديق، وبعد بحث وعد عدة محاولات اكتشفوا ان احيانا بس تقرب من احد الصناديق رح يطلع ضوء اخضر بدل احمر، وبس يشتغل الضوء الاخضر الجرافة اللي فوق رح تتحرك باتجاه معين. فاللي عليك تسويه انك تمسك المطرقة في يدك، في لعبة باتلفيلد في مطرقة للبناء والتصليح، وبعدها تمشي بنفس الاتجاه اللي اشرت عليه الجرافة، لازم تمشي لمسافة طويلة، وفجأة رح تلاقي في حفرة في الارض تقدر تكسرها بالمطرقة، وبس تكسرها راح تلاقي صندوق فيه يد ذهبية، خذ اليد وراح يعطيك أحد أقوى الأسلحة في اللعبة. اي مثل ما شفتوا يدك او اصابعك راح تصير سلاح تقدر تطلق فيه وتقتل فيه الاعداء. هذا احد اغرب الاسلحة في الالعاب اللي شفتها في حياتي. طبعا السلاح جدا ضعيف وجدا صعب انك تقتل فيه اي حد، بس استعماله ممتع، شكله والانيميشن رهيب، والاصوات اللي طلعها جدا مضحكة. في المرتبة التاسعة عنا لغز غريب ومخيف صراحة، واللغز مو بلعبة فيديو، لا بل بجهاز العاب، واللي هو جهاز الجيم بوي من شركة نينتندو اللي نزل من 35 سنة. هالجهاز كان جدا مشهور وباع فوق 100 مليون نسخة في العالم، وكان فيه عدة ملحقات للجهاز تقدر تشتريها وتركبها عليه، ومن أحد هذه الملحقات كانت الكاميرا. في كاميرا تشتريها وتركبها على الجيم بوي تقدر تصور فيها نفسك، وفي معها طابعة تقدر تطبع الصورة وتطلع لك بهذا الشكل. طبعا جودة الصور جدا سيئة، بس هذا الكلام من 25 سنة، على وقتها كان يعتبر شيء اسطوري، لان ما كان في موبايلات فيها كاميرات بهذاك الوقت، اول موبايل فيه كاميرا نزل عام 2000. المهم لما تركب الكاميرا على جهاز الجيم بوي وتفتح البرنامج الخاص فيها راح يطلع لك عدة خيارات، منها خيار شوت اللي هو ابدأ التصوير، خيار اعدادات، وفي خيار اسمه رن. لو ضغطت عليه راح تطلع لك صورة لقارة افريقيا ومكتوب معها كلام غير مفهوم، وكان شيء جدا غريب، ليش حاطين صورة افريقيا؟ ايش لها علاقة
اطراف الكاميرا. بس الشيء الاغرب لو ضغطت على خيار رن عده مرات فوق السبع ثمان مرات تقريبا فرح تطلع لك هذه الصوره المخيفه صراحه ومكتوب معها جمله هو ار يو رانينج فروم او بالعربي من مين قاعد تهرب. وبعدها رح تطلع لك هذه الصوره لبنت مرسوم على راسها نجمه خماسيه ومكتوب دونت بي سيلي او بالعربي لا تكن سخيفا. لغز جدا غريب وما له اي علاقه في الجيم بوي او الكاميرا والى يومنا الحالي ما حد فاهم ايش السبب او السر وراء هذه الصور. في المرتبه الثامنه عنا سر مخفي في لعبه كلاسيكيه متاكد معظمكم لعبها او على الاقل يعرفها واللي هي لعبه كراش بانديكوت. السر المخفي او اللغز في هاللعبه جدا غريب تقول احلام العصر حرفيا. طبعا اللعبه كانت موجوده على جهاز البلاي ستيشن 1 واللغز اللي راح اتكلم عنه موجود فقط بالنسخه اليابانيه من اللعبه. بس تشغل اللعبه وتخلص اول مهمه بنجاح وتبدا بالمهمه الثانيه اضغط هذه الازرار في يد البلاي ستيشن سهم يسار L1 R1 دائره وراح يطلع لك هذا الفيديو. إيه كراش قاعد يرقص وطالع في موعد غرامي وقاعد يطير في جيت باك. قلت لكم اللغز أحلام العصر جدا غريب. في المرتبة السابعة عنا لغز غريب ومضحك من آخر لعبة ممكن تتوقع شيء مضحك منها واللي هي لعبة هيتمان 2. في لعبة هيتمان تلعب بشخصية قاتل مأجور ومعظم المهمات هي إنك تروح وتقتل ناس. فأجواء وقصة اللعبة جدية ما فيها شيء كوميدي بس في لغز من جد مضحك. في أحد المهمات بتكون في المغرب ولازم تتسلل إلى قاعدة عسكرية وتقتل ضابط أو جنرال اسمه زيدان. فلازم أول شيء تقتل أحد الجنود وتسرق ملابسه وبعدين تتسلل للقاعدة العسكرية اللي موجود فيها هذا الجنرال ولازم تتسلل لغرفته بشكل سري وتقتله. بس في طريقة ثانية تقدر تقتل فيها الجنرال وجدا غريبة. اللي عليك تسويه أولا هو أنك تروح لعند جميع الجنود وتتكلم معهم واحد واحد وتقولهم انه في اوامر باخلاء المكان. بس تسوي كذا لازم تجي على هذه الغرفه اللي في الزاويه وراح تلاقي فيها جنديين ولو فعلا اخليت جميع الجنود فراح تلاقي في راديو او مسجل ورا هالجنديين وروح وشغله وراح تشتغل اغنيه وهذا اللي راح يصير. فوق الزيتونة قالت يا ربي عمر لي حجري بطمر وبعمر ساقية وناقية وصيح من تدالية وصيح من تدالية بدا بدا للا باش في الجنان صابو ولا انا اصحابو في الجنان صابو ولا انا اصحابو في الجنان صابو تا 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 اولاد الحرة تا اي مثل ما شفتوا الكل قاعد يرقص وحتى الجنرال نفسه راح يجي ويرقص وتقدر تقتله وتفوز بالمهمه بكل سهوله. في المرتبه السادسه في سر مخفي في لعبه القتال والاكشن المشهوره ديفل ماي كراي 5 والسر المخفي بيخليك تختم اللعبه ب 15 دقيقه فقط. اللعبه عاده تحتاج 11 ساعه عشان تختمها بالكامل بس مع هذا اللغز تقدر تختمها ب 15 دقيقه. في اول مهمه في اللعبه في وحش او شيطان بيجي على العالم وبيحاول يستولي عليه ولازم تروح وتقاتله بس الوحش جد جدا صعب فرح تخسر ضده وبس تخسر رح تبدأ أحداث اللعبة. يعني المفروض أنك تخسر هذا المكتوب في اللعبة عشان تكمل الأحداث بس تقدر تفوز على الوحش إذا كنت جدا لعيب وجدا محترف في ألعاب ديفل ماي كراي فتقدر بصعوبة جدا أنك تفوز وتقتل الوحش من هذه المهمة. يعني نسبة أنك تفوز عليه في البداية أقل من 1% بس أحد اللاعبين كان جدا محترف وفعلا قدر يهزمه وطلع للشاشة السوداء مع جملة انه خلاص مبروك ختمت اللعبة مع الاند كريدت والموسيقى النهائية وبس ختم اللعبة حرفيا ب 15 دقيقة. لغز جدا رهيب ومنطقي بنفس الوقت انك خلاص هزمت الشيطان من البداية ليش تكمل احداث اللعبة.
في المرتبة الخامسة عنا لغز في لعبة بيلمح على لعبة ثانية. اللغز في لعبة اسمها The Talos Principle. هذه اللعبة تحتاج ذكاء جدا كبير لأن اللعبة كلها ألغاز وحجيات لازم تحلهم عشان تفوز فيها، يعني ما فيها لا قتال ولا وحوش، لا فقط ألغاز لازم تحلها. وفي اللعبة معاك ليزر راح تستعمله عشان تحل بعض الألغاز، وانت قاعد تلعب اللعبة الأجواء راح تتغير بين صبح وليل. طيب وين اللغز في الموضوع؟ بس يصير الليل ويطلع القمر، حاول انك توجه الليزر اللي في يدك على القمر وراح يصير هذا الشيء. القمر في هاللعبة مو حقيقي، عبارة عن جهاز ضخم موجود في السماء. واللغز ما انتهى هنا، لا، لو رحت عند المنظار في اللعبة وشفت القمر من قريب فراح تلاقي جهاز آلي أو روبوت موجود على سطح القمر. هذا مو أي مجسم عشوائي، لا، هذه شخصية في لعبة بورتل، وعلى نهاية اللعبة هذه الشخصية بتضيع عند القمر. شوفوا معاي المقطع من اللعبة. I'm still connected. I can pull myself in. To me, tighter. فعشان كذا بنشوفه عند القمر في لعبة The Talos Principle. وحتى شكل القمر، هذا الشكل الدائري الغريب، هذا رمز موجود في لعبة بورتل وله علاقة في قصة اللعبة. لغز جدا رهيب ربط اللعبتين مع بعض. في المرتبة الرابعة عندنا لغز ساندويتش المرتدلة الغريب في لعبة هيلو. في ترابط غريب بين ساندويتش المرتدلة ولعبة هيلو ما حد فاهمه. في آخر جزء للعبة هيلو إنفينيت، لو جيت هذه المنطقة ودخلت من الفتحة السرية راح تلاقي فيه ساندويتش مرتدلة موجود على الأرض بشكل عشوائي. وما منشوفها هنا بس، لا، بل أيضا لو دخلت على أحد الكهوف اللي موجود في الجبال في اللعبة ودخلت على منتصف الكهف، بعدين استعملت الحبل أو الزبلاين اللي عندك لتطلع فوق هذا العمود، بعدين استعملت مرة ثانية لتدخل بهذه الفتحة المخفية، فراح تلاقي نفس ساندويتش المرتدلة بس جدا ضخم وحوالي ناس قاعدين يعبدوه. شيء جدا غريب، شكل الساندويتش مقدس عندهم في قصة اللعبة. وإذا كنت مفكر أن الموضوع انتهى هنا فأنت غلطان. في أحد الخرائط في الطور التنافسي في اللعبة في باب سري موجود هنا تقدر تفتحه عن طريق لغز لازم تحله. في 5 صخور موجودة على الأرض متوزعة في أنحاء الخريطة، لازم تضربهم 6 مرات في هذا الترتيب اللي شايفينه على الشاشة. تروح عند واحد واحد وتضربه بسلاحك بهذا الترتيب، ولو سويتها صح راح يفتح الباب السري. ورا الباب موجود ساندويتش المرتدلة، بس هذه المرة مصنوع من ذهب وتقدر تمسكه في يدك وتستعمله كسلاح تقتل فيه الأعداء. رح يقتل أعداء من ضربة واحدة فقط. فلو أحد يعرف إيش سر الساندويتش هذا في لعبة هيلو أتمنى يشاركنا في التعليقات. في المرتبة الثالثة عنا لغز جدا رهيب في لعبة Red Dead Redemption 2. قصة وعالم لعبة Red Dead واقع. قصة اللعبة باختصار عن أفراد عصابة في الغرب الأمريكي بالقرن 19، وفي كثير أشياء وأحداث بتصير بالقصة بس ما فيها شيء خيالي. بس أحد اللاعبين اكتشف لغز في اللعبة جدا غريب وما بتماشى مع أحداث اللعبة الواقعية. في مدينة سين دينيس في اللعبة في 5 كتابات مكتوبة على الحيطان ومنتشرة في أنحاء المدينة، والكلام اللي مكتوب فيها غريب. واحدة مكتوب فيها أنه لازم أحط 5 جثث تحت النجم في الليل، وجملة مكتوب فيها أعيش لأجل الدماء وجسس الموتى. كلام جدا غريب على أجواء وعالم لعبة ردد. المهم في اللعبة شخصيتك عنده دفتر يقدر يكتب عليه أي شيء، فلو رحت عند ال5 جمل هذه وكتبتهم عندك على الدفتر فشخصيتك رح يرسم خريطة بأماكن 5 كتابات ويوصل بيناتهم ورح تطلع نجمة خماسية. ولو رحت على المنطقة اللي بمنتصف النجمة بالليل بعد ما يحل الظلام، وبالذات رحت على هذا المكان، فرح تشوف هذا الشيء. What, you're a vampire? I have been called many names over the centuries. Now go, or I'll feed on you too. You're a goddamn idiot.
I'll suck you dry. إيه مصاص دماء موجود بلعبة Red Dead Redemption 2 وتقدر تتقاتل معاه ولو قتلته رح تاخد سكينته اللي هي أحد أندر السكاكين في اللعبة. في المرتبة الثانية عنا لغز جدا مخيف فإذا قلبك ضعيف لا تشوفها. اللغز عنا يا في لعبة الرعب Dread X. قصة اللعبة إنك بتروح على قرية جميع سكانها أصيبوا بمرض وصاروا متوحشين ولازم تروح على القرية وتحقق وتشوف ايش السبب اللي خلى السكان كذا. المهم في احد المهمات في اللعبة بتلاقي القرية صارت فاضية ما فيها اي سكان لوحدك فيها، بس بتلاقي باحد الغرف في براميل تقدر تمسكهم، فلو اخذت برميل واحد وحطيته هنا وطلعت فوق الصخرة رح تقدر تطلع برا القرية ورح تشوفوا وقتها هذا السر المخيف. اي مثل ما شايفين سكان القرية قرروا يغيروا جو ويروحوا يرقصوا ويعملوا شوية بريك دانس لغز رهيب يغير شوي من جو اللعبة المخيف. في المرتبة الاولى عنا لغز مخفي في لعبة ماينكرافت جدا غريب والى الان ما حد عرف يحله واللي هو لغز سيديهات الاغاني في ماينكرافت. في 15 سيدي في داخل اللعبة، كل سيدي بيشغل لك اغنية مختلفة عن الثانية. طيب وين اللغز في الموضوع؟ اللغز بثلاثة سيديهات، السيدي الخامس وسيدي رقم 11 و13. هالسيديهات ما فيهم أغاني، لا بل فيهم أصوات كذا غريبة، اسمعوها معي. ما حد عرف ايش المغزى من هالسيديهات وايش الاصوات الغريبة اللي فيهم، بس احد الاشخاص سجل هذه الاصوات وحطها في برنامج بيحلل الامواج الصوتية اسمه سبيكتوغرام واكتشف سر غريب بسيدي رقم 11. الامواج الصوتية للسيدي طلعت بهذا الشكل اللي شايفينه قدامكم، ولو نوضح الصورة شوي راح يطلع لنا صورة وجه الشخصية الاساسية في ماينكرافت اللي هو ستيف مع رقم 1241. رقم 12 بشفرة هيكس بيعطينا حرف سي، فصارت عنا الأرقام C41 واسم مصمم الموسيقى في ماينكرافت C418، يعني حاطت اسمه وصورة للشخصية الأساسية من ماينكرافت في الأمواج الصوتية لا سي دي رقم 11 في اللعبة. لغز جدا مخفي وإلى الآن باقي سي ديهين ما عرفنا أي شيء عنهم، سي دي رقم 5 و13. إلى الآن اللاعبين ما اكتشفوا أي لغز فيهم، والألغاز هذه موجودة من وقت نزول اللعبة من 14 سنة تقريبا. وبكذا يا شباب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. قبل لا انهي حاب اذكركم تشاركوا في الجيفاوي، الشروط جدا بسيطة، واذا عجبكم الفيديو اتمنى تدعموه بزر اللايك وبس. كان معكم بشار كيال او بشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية ان شاء الله، مع السلامة.